السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Dear students of senior 3. النهاردة هنكمل مع بعض The different ways of asexual reproduction. أخذنا asexual reproduction by binary fission وby budding وby regeneration. النهاردة هنتكلم عن reproduction by spores أو sporogony. بنقول إنه التايب ده من reproduction بيحصل في primitive plants اللي هي النباتات البدائية. بيحصل في ماني فانجاي زي البريد مولد اللي هو عفن الخبز والمشروم، وفي بعض الالجي والفيرنز النباتات الزينة زي البوليبوديوم. البوليبوديوم ده تايب اوف فيرنز او نباتات الزينة. طيب نعرف طريقة الواي اوف اتس اوكيرنس، يا ترى ازاي بيحصل الريبرودكشن ده؟ عن طريق سنجل سيلز اللي هي بنسميها السبورز. السبورز دي هي سنجل سيلز. السنجل سيلز دي عندها الابيليتي ان هي تو بي موديفايد، تتحول وتديني، مش تتحول، تتطور وتديني نيو انديفيدوال، نيو كومبليت انديفيدوال. طيب يا ترى الاستراكشر بتاع السبور ده بيكون عباره عن ايه؟ بنقول ان هي بتبقى سيل عاديه، احنا بنقول وان سيل. السيل دي بيبقى فيها كميه الووتر اللي في السيتوبلازم قليله، ليتل اماونت اوف ووتر ان ذا سيتوبلازم، وطبعا فيها نيوكليوس. اهم حاجه فيها ان هي بتبقى سراوندد باي كوت، لان الكوت دي هي اللي بتعمل لها البروتكشن، ثيك كوت. يبقى انا هنا الاستراكشر بتاع السبور هي سنجل سيل بيكون فيها سراوندد باي ا ثيك كوت. طيب طبعا السنجل سيل دي عندها الابيليتي ان هي تو جرو دايركتلي تو فورم ا نيو كومبليت انديفيدوال، بس بشرط ايه عشان تقدر تعمل الكلام ده؟ لازم يتوفر عندها سوتابل ميديوم فور اتس جراس، يتوفر عندنا الميديوم المناسب. طب الميديوم المناسب ده عباره عن ايه؟ ان انا الاقي عندي الووتر المناسبه، النيوترينتس، والسوتابل تمبريتشر. يبقى سوتابل تمبريتشر هيوميديتي، الووتر كونتنت يعني الهيوميديتي او الرطوبه، والنيوترينتس وجود الماده الغذائيه اللي هو محتاجها عشان يعمل الجراس. دايما السبورز هنخلي بالنا ان السبورز دايما بتحتاج لمكان رطب وضلمة، في الداركنس والهيوميديتي العالية يحصل لها جراس اكتر. السبورز دي يا جماعة هي التجرثوم، النمو او التكاثر بالتجرثوم، فالجراثيم دايما بتنمو في المكان الرطب، الرطوبة عالية فيه ويكون سيء يعني مفهوش تهوية او مكان مظلم. طيب المراحل اللي بيمر بيها السبوروجني او اللي هو الريبرودكشن باي سبورز، بنقول اول حاجه هنبص هنا على الدروينج هنا، انه اول ما بيحصل ماتوريتي للسبور يعني بتوصل لاكتمال النضج بتاعها، هتبدا تعمل سيبريشن، تنفصل. يعني عندي ده كده، ده بريد، ده قطعه عيش وبدا يحصل فيها جراس لل البريد مولد فانجس. وانس ان حصل ماتوريشن للسبور هتبدا تنفصل، اهي اتفصلت اهي، ولقت الووتر كونتنت المناسبه ليها، هيحصل رابتشر للكوت، رابتشر للكوت اللي ما كانت موجوده، هتبدا هي تعمل جيرمينيشن. يعني ايه جيرمينيشن؟ يعني تنمو زي البلانت بالظبط، تكون حاجه زي الروتس بسميها رايزويدز، اهي الروتس بتاعتها بسميها رايزويدز، وفيلمنت هنا بسميه هايفي، والساك اللي فيها السبورز جوه هنا بسميها سبورانجيوم. يبقى بتتكون البريد مولد فانجس بيتكون من ثلاث اجزاء، رايزويد وهايفي والسبورانجيوم او الساك اللي بيبقى فيها السبورز. طيب وانس برضو انه النيو فانجس ده خلاص حصل له ماتوريتي، هتبدا السبورز دي يحصل لها سبريدنج، تحصل لها سبريدنج من هنا، بيحصل رابتشر للكوت ويحصل لها سبريدنج، تنزل تكون لي نيو فانجس، بس الشرط بتاعي انه يلاقي السوتابل ميديوم فور اتس جراس. نفس الكلام الاكزامبل ده هنكرره هنا على الناحيه الثانيه، بنتكلم فيها عن المشروم فانجس. ادي المشروم فانجس، الكومبليت مشروم فانجس، وانس انه حصل ماتوريتي للسبور هتنفصل هنا كده، زي ما احنا شايفين اخدنا جزء وكبرناه، هنلاقي انه السبورز دي لما بتلاقي ووتر بدرجة كافية بتبدأ يحصل لها الجراس اهي، وتنزل هنا على الميديم اللي قابلته وتعمل جيرمينيشن وتديني نيو
complete individual. طيب يبقى انا بمر بثلاث مراحل اللي هي ايه. اول حاجه السبور ماتوريشن، هيحصل لها ليبريشن من المذر بلانت تو سبريد. بعد كده لازم تلاقي سوتابل ميديوم عشان تقدر تعمل الجروث بتاعها وتعمل الابزوربشن للووتر، فتفتح الكوت او تنفجر الكوت اللي هي سراوندد باي ايت. بعد كده هتبدا تعمل ديفيجن سيفرال تايمز عشان عمليه الجروث بتاعها. يا ترى الديفيجن سيفرال تايمز ده بانهي تايب من الديفيجن؟ بالميتوزز، لان انا بتكلم على اسكشوال ريبرودكشن. يعني انا هنا السيلز بتاعتي بتبقى ايدنتيكال تو ايتش اذر باي ميتوزز ديفيجن علشان يحصل لها الجروث تو نيو انديفيديوال. طيب ما تنساش طول ما احنا بنتكلم في الاسكشوال ريبرودكشن، يبقى انا كده لحد دلوقتي حتى هذه اللحظه بتكلم في ميتوزز ديفيجن. طيب ايه هي الادفانتج اوف سبوروجوني؟ يعني التايب ده من الريبرودكشن دايما بتتسال فيه ليه، ايه مميزاته؟ نمبر 1 ان هو بيبقى كويك بروباجيشن، بينتشر بسرعه جدا لان هو بيطلع لي كميه كبيره لارج نمبر من السبورز. تاني حاجه انه عنده توليرنس تو هارد كونديشنز، هو ممكن يفضل قاعد جوه الكوت بتاعته طول ما الميديم از نوت سيتبل. احنا الكوت دي ما بتتفتحش الا الميديم لما بنطمن ان الميديم ده سيتبل فور ذا جيرمينيشن اوف ذا سبور، فهي عندها توليرنس تو هارد كونديشنز. تالت حاجه الديستريبيوشن تو ديستنت ريجنز، بتقدر تنتشر لمسافات بعيده لان هي لايت ويت، الوزن بتاعها خفيف جدا فبيبقى سهل يحصل لها الديستريبيوشن. الايم اوف سبوروجوني، الغرض من السبوروجوني او التجرثم ده هو ان احنا الليفنج اورجانيزم ده بيقاوم الهارد كونديشنز تو توليريت ذا هارد كونديشنز، بدليل ان السبور دي بتحوط نفسها باي ثيك كوت لحد ما يحصل امبروفمنت للكونديشنز، وبعد كده يبدا يعمل جيرمينيشن، يحصل رابشر للكوت وجيرمينيشن. طيب احنا عندنا في تو ويز او تو مينز بيها الليفنج اورجانيزمز بتعمل protection against the unsuitable conditions أو to tolerate the unsuitable environmental conditions. الطريقتين دول، واحدة اسمها insistment. insistment ده يعني التحوصل، إنه هنا الأورجانيزم بادي بيسراوند نفسه بثيك كايتينيس كوت، كوت يعني غلاف من الكايتين زي في حالة الأميبا، وجوه الكوت دي بتبدأ يعني ادي الكوتة اهي، بتبدأ الاميبا تو ديفايد وتدينا سيفرال انديفيدوالز جوه، بتدينا عدد كبير من الاميبا ميني اميبا. وانس انه الميديم خلاص بقى سوتابل، يحصل رابتشر للسيست دي او الحوصلة دي، ويطلع لي يحصل ريليز لنمبر كبير من الاميبا. طبعا اللي جوه السيست دي الديفيجن بيحصل ده برضو ميتوتيك ديفيجن او ميتوزز. الطريقه الثانيه للبروتكشن او الحمايه من الانسيتابل كونديشنز هي السبوريوليشن او التجرثم، ان هو بيحوط نفسه بجرثومه او يتحول الى جرثومه زي اللي هي ايه سيك كوت، برضو زي في حاله تكوين السبورز. السبورز دي قلنا ان هي عباره عن وان سيل بس، ليفنج اورجانيزم ده عباره عن وان سيل كفرد باي ا ثيك كوت. الوان سيل ديت لما تلاقي السوتابل كونديشن هيحصل رابتشر للكود دي، ويطلع لي منها اونلي وان كومبليت انديفيديوال. خلي بالك من الفرق هنا، كان بيطلع بيحصل ديفيجن ويديني كذا ماني انديفيديوال جوه السيست لحد ما السيست تتفتح في السوتابل كونديشن وتطلع عدد. لكن هنا في حاله السبوريوليشن انا حوطت نفسي بكوت، بس انا ستيل ايم ستيل وان سيل. الوان سيل دي وانس انه الميديم بقى مناسب بيحصل لها رابتشر للكوت، ويطلع لي منها اونلي برضو وان سيل زي ما هي، بس بيحصل لها جروس وتكون لي كومبليت انديفيدوال. طيب يبقى دي الطرق اللي بيها ازاي تو توليريت الانسيتابل كونديشنز. ندخل على تيست يور سيلف، هنا بيقول لي which of the following is not from the conditions of bread mold fungus spores germination. مين مش مناسب لعملية الجيرمينيشن للسبورز؟ هل presence of suitable nutritive medium؟ لا طبعا، وجود النيوتريتيف ميديم او الوسط الغذائي مهم جدا عشان يحصل الجيرمينيشن. هل availability of humidity؟ انا قلت ان السبورز بتحتاج لووتر كونتنت او رطوبة عالية عشان تعمل الجيرمينيشن. presence of suitable temperature دي بنحتاجها ضروري. availability of light احنا اتفقنا ان احنا بنحتاج لمكان مظلم عشان عملية
الجيرمينيشن، اللايت غير مناسب للنمو الايه البريد مولد فانجس. طيب نمبر 2، فانجاي كان ريبروديوس باي اول اوف ذا فولوينج ميثودز اكسبت. ايه الحاجه الوحيده اللي ما يقدرش الفانجاي يشتغل بيها؟ سبوروجيني. احنا لسه قايلين ان البريد مولد فانجس والمشروم فانجس بيشتغلوا بالسبوروجيني. بادينج، احنا عارفين انه الفانجاي بتشتغل باي بادينج. باينري فيشن وسكشوال ريبرودكشن، هقول لك ان السكشوال ريبرودكشن بيحصل في الفانجاي عن طريق، بس هو مش عليك يعني دراستها، عن طريق ان السبورز بتحصل فيوجن ما بينهم ويكون لي زيجو سبور، فده بيحصل. اما الباينري فيشن هو اللي مش هيحصل في حاله الفانجاي، لانه الباينري فيشن ده بيحصل في البروكاريوتس، في البروكاريوتس الحاجات اللي هي وحيده الخليه البدائيه البروكاريوتس، لكن الفانجاي هي يوكاريوتس. فيبقى الباينري فيشن هو الحاله الوحيده اللي ما بتحصلش في الفانجاي. نمبر 5 في الاسكشوال ريبرودكشن هو البارثينوجينيسيس او التوالد البكري. بارثينوجينيسيس هي الابيليتي اوف اوفم من الفيميل جاميتس يعني تو ديفلوب انتو ا نيو انديفيديوال، يعني تتطور وتدينا نيو انديفيديوال من غير ما يحصل لها فيرتيلايزيشن باي ذا ميل جاميت. ودي يعني حاجة هنا الفيميل مش هنحتاج، مش هتحتاج لي ان هي تو بي فيرتيلايزد باي ذا ميل علشان تدينا نيو انديفيديوال. طيب البارثينوجينيسيس ده بنعتبره نوع من انواع الخاصه في الاسكشوال ريبرودكشن. ايه السبب؟ علشان البروجيني او الاوف سبرينج هنا بيجي من اونلي وان بيرنت، لان احنا متفقين ان ده تايب من الاسكشوال ريبرودكشن. بس الغريب فيه او السبيسيفيك فيه ان هو جاي من فيميل جاميت. يعني دايما في الاسكشوال ريبرودكشن بتبقى وان سيل عاديه من البادي هي اللي بيحصل لها ميتوزيس ديفيجن فبتدينا نيو انديفيديوال، لكن هنا اللي بتعمل الريبرودكشن هي فيميل جاميت، واحنا متعودين دايما ان الجاميت داخله في السكشوال، لكن هنا الفيميل جاميت حصل لها ديفلوبمنت وادت لنا ايه، ادت لنا نيو انديفيديوال من وان بيرنت. طيب البارثينوجينيسيس بيحصل في مين؟ في بعض انواع الورمز، الكراستيشنز اللي هي القشريات زي الجمبري الشرامب و سام انسكتس. way of its occurrence بتحصل ازاي؟ بتحصل ممكن naturally طريقة طبيعية او artificially بالطرق اللي احنا هنشوفها دلوقتي. بنتكلم على natural parthenogenesis، هنقول من الاكزامبلز بتاعتها انها بتحصل في الانسكتس، في الحشرات زي الهاني بيز وزي الافيد انسكت. فاكرين كلنا الافيد انسكت دي اللي كنا بنستخدمها في الترم الاولاني، بنعمل عليها الاكسبيرمنت، الساينتست عمل عليها اكسبيرمنت عشان يعرفوا بيها الكونتنت اوف ذا فلويم، لان الافيد انسكتس دي بتتغذى على الفلويم كونتنت. هنا الافيد والهاني بيز هما دول المثالين اللي هنتكلم عنهم في الناتشرال بارثينوجينيسيس. هنشوف ايه الفرق ما بين الاثنين، طالما اديتك التو اكزامبلز يبقى في ديفرنس ما بينهم. الهاني بيز بنقول ان احنا كلنا عارفين انه في النحل ده في الملكه والشغالات والذكور، فبنقول ان هنا الكوين او الملكه produces eggs by meiosis، اكيد هي هتعمل ايه production of gametes by meiosis. طيب الاجز produced دي هيبقى فيها، طالما by meiosis يبقى هيبقى فيها ايه number of chromosomes n chromosomes. الاجز اللي فيها ان كروموسومز دي هتكبر باي بارثينوجينيسيس، عن طريق البارثينوجينيسيس يعني without being fertilized، يعني بمعنى اصح asexual reproduction، عشان تكون لنا في الحالة دي ميل هابلويد individual. الان اللي هي الاج ما يحصلهاش fertilization فتكون لنا haploid، haploid يعني نص العدد، haploid males ان بسميهم drones، يبقى دي الذكور. لكن بعض الاجز التانيين اللي فيهم الان برضو هيحصل لها ايه بعد ما تكبر؟ هيحصل لها fertilization by sexual reproduction عشان تدينا diploid او 2n عدد كامل. في الحالة دي بتبقى إناث، اللي بتنتج من السكشوال ريبرودكشن دي أو 2N بتبقى إناث. الإناث دي هتتقسم يا إما كوين ملكة
يا اما workers الشغالات according to the type of food اللي هتتغذى عليها. طبعا الملكة بيبقى لها غذاء خاص بيها اللي احنا بنسميه غذاء ملكات النحل، وده هيبقى فيه lipids و كربوهيدراتس وبروتينز، لكن الوركرز ما بتستخدمش في الفود بتاعها الا كربوهيدراتس بس عشان تبقى very active. تمام، يبقى انا كده استنتجت ايه؟ ان لو انا عندي ده هنا، دي مثلا الكوين، الكوين دي بيبقى عندها نوعين من عندها اجز، اجز دي ممكن يحصل فيها حاجة من الاتنين، يا اما تفضل unfertilized وتفضل ان، وهنا دي تبقى ميل بسميها درون، يا اما تبقى fertilized باي ذا ميل جاميتس وهنا هتكون 2N، وفي الحالة دي هتبقى 2N، وفي الحالة دي هتبقى ايه؟ فيميل، والفيميل دي بتتقسم يا اما كوين يا اما وركرز على حسب الغذاء بتاعها. تمام، طيب هننقل على هننقل على ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هننقل على الافيد انسكت. بنقول انه الفيميلز هنا بتدينا نوع من الاوفا فيها 2N، الاوفا بتاعتها 2N، خلي بالك هنا الاوفا او الاج كانت N بس، لكن هنا الاوفا 2N، فعشان تبقى 2N يبقى معنى كده ان هي جايه من ميتوزيس ديفيجن، يبقى هنا الاوفا فيها عدد الكروموسومز زي السكشوال اورجان نفسه زي الجونادز، فده بيبقى باي ميتوزيس ديفيجن، وبالتالي هي برضو هنا ما احتاجتش لي عملية الفيرتيلايزيشن، فبقول عليه باثينوجينيسيس اسكشوال ريبرودكشن، لكن الفيميل جاميتس هنا طالعه لي كلها ديبلويد. او الحالة التانية انه الاوفا هنا تكون فيها ان كروموسومز يعني نص العدد، فيبقى ده باي تايب اوف مايوزيس ديفيجن، وهنا هتكبر وبعد كده يحصل لها فيرتيلايزيشن باي سكشوال ريبرودكشن وتدينا ديبلويد، بس الديبلويد هنا ميل او فيميل. طب انا عايزه اقول على معلومه مهمه جدا هنا، لما نيجي نتكلم على الهاني بيز او النحل هلاقي انه دايما الميل، عشان ده مكان سؤال، بنقول فيها ان الميل ملهمش فادر، الميل بس هما اللي ملهمش فادر، خلاص ليه؟ لان هي جايه بالاسكشوال ريبرودكشن، بالاسكشوال ريبرودكشن ل اللي هي الان جاميتس الان اجز، فالميلز هنا بتكون without father، ما حصلش fertilization وكل المنتج بتاعها طلع ميلز. لكن في حالة الافيد انسكتس هلاقي مين اللي ما عندهوش اب، اللي ما عندهوش اب هنا without father هي الفيميلز الناتجة عن البارثينوجينيسيس. يبقى دايما انت لما تيجي تتسأل في سؤال مين اللي هو الأوفسبرينج او البروجيني اللي ملهوش فادر، هتدور على الناتج من البارثينوجينيسيس اللي هو الاسكشوال ريبرودكشن مش السكشوال. ففي حالة الهاني بيز اللي نتج من الاسكشوال ريبرودكشن او البارثينوجينيسيس هي الميلز او الدرونز، لكن في حالة الافيد انسكتس اللي نتج من الاسكشوال ريبرودكشن او البارثينوجينيسيس كانت كلها في ميلز. طيب الفرق التاني هنشوفه دلوقتي بسرعه او هنكمبير ما بينهم في الحالتين. هنقول دايما انه في حاله الهاني بيز بنبدا بفيميل اللي هي الكوين فيها 2N، هتعمل مايوزيس ديفيجن، تعمل مايوزيس ديفيجن وتديني ان اكس، الان اكس دي هتمشي في تو تراكس، يا اما تفضل ان زي ما هي بالبارثينوجينيسيس واسكشوال ريبرودكشن، فيبقى المنتج بتاعها كله عباره عن ميلز او درونز، ودي اللي بقول عليها اللي هي without father، يا اما الان دي يحصل لها fertilization باي سكشوال ريبرودكشن فتديني 2N، وفي الحاله دي بتبقى حاجتين يا اما كوينز او workers اللي هما الفيميل. طيب نيجي على الافيد انسكتس، احنا بادئين برضو ب 2N، التو ان دي هتمشي في تو تراكس، هنا كان مايوزيس بس، هنا في الحاله دي كان مايوزيس بس، لكن هنا ده هيمشي في تو تراكس، مايتوزيس او مايوزيس. مايتوزيس هنا هيطلع لي تو ان زي ما هي
الاوفا تفضل 2N، وده في الحالة دي بارثينوجينيسيس او اسكشوال ريبرودكشن، هيديني فيميلز، فيميلز من غير اب. اما لو مشى في الميوزز فالميوزز هيديني ان، والان دي يبدأ يحصل فيها فيرتيلايزيشن او سكشوال ريبرودكشن، فتديني 2N، وال2N في الحالة دي يا اما ميل يا اما فيميل. ده في الناتشورال بارثينوجينيسيس. ننقل على الارتفيشال بارثينوجينيسيس او اللي هو التوالد البكري الصناعي اللي هو من غير الاحتياج للميلز. الاكزامبل بتاعتنا ثلاث حاجات، الفروج والسي ستار والرابتس. الفروج والسي ستار والرابتس، هو اكتر واحد هنحتاجه طبعا هو الرابتس. احنا ليه نعمل تلقيح صناعي؟ علشان احنا عايزين ننتج كميه كبيره من الرابتس. طيب البارثينوجينسيس هنا بيبقى انديوزد، يعني احنا بنحفزه ارتفيشالي عن طريق ان انا بعمل اكتيفيشن او بنشط الاوفا، بنشط الاوفا. طب هنشطها ازاي؟ ان انا بعرضها لاما ثيرمال او الكتريك شوك، لحرارة زايدة او صدمة كهربائية او راديشن او بعض انواع السولتس، او اعمل لها اجيتيشن يعني اهتزاز، او بريكنج ويز نيدل ان انا اعمل لها وخز بالابر. ده هيسبب دوبليكيشن للكروموسومز من غير فيرتيلايزيشن، يعني هيحصل عملية دوبليكيشن للنمبر اوف كروموسومز من غير ما يحصل عملية التلقيح او الفيرتيلايزيشن. فهنا هيديني نيو انديفيدوال، طبعا هيكونوا توتالي ايدنتيكال للمذر بتاعتهم لان مالهمش فادر. نفس الكلام في الرابت، نفس الستيمولاي هم هنستخدمهم. هيتسبب في ايه؟ هيتسبب الستيمولاي اللي انا استخدمتهم دولت هيدونا ايرلي امبريونيك ستيجز، مراحل جنين مبكره للرابتس فروم ذير اوفا، يعني من غير وجود او احتياج للفيرتيلايزيشن فروم اميل. تعالوا نحل على الجزئية دي. test yourself, choose the correct answer. which of the following illustrates the natural parthenogenesis in aphid insect? الأفيد insects دايما كنا بنبدأ بإيه؟ كنا بنبدأ ب 2N. الأفيد بيسألنا على البارثينوجينيسيس، يعني الجزء اللي هو ماشي بال asexual reproduction. انا عارفة الحل طبعا، لكن انا هرجعكم ليها بسرعة. فوق اهو ادي البارثينوجينيسيس في حالة الأفيد، بدأنا ب 2N، وبعدين علشان امشي في حالة البارثينوجينيسيس ادي 2N تانية وادي 2N تالتة اللي هي الفيميل. يبقى انا ماشي في التراك بتاع الميتوزيس ديفيجن. يبقى انا هنا الافيد انسكتس بتبقى في جميع الاحوال بتاعتها في البارثينوجينيسيس ماشيه ازاي؟ 2N 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 by mitosis division هتديني ova containing 2N، وال 2N دي grow by parthenogenesis ل 2N. في الحالة دي بتبقى كلها females. يبقى الانسر بتاعتنا هي number A. ال question number 2: if you know that the number of chromosomes in a cell of honeybee queen's wing، في الوينج في الجناح بتاع الهاني بي كان عدد الكروموسومز 32، يعني ده سوماتيك سيل. what is the number of chromosomes in the sperm of a honey bee؟ طيب دي سوماتيك سيل، عشان تدينا سبرم يعني جميت، يبقى هتعمل مايوزيس ديفيجن. المايوزيس ديفيجن بس هنا بيقول لك ايه؟ in the sperm of a bee drone. هنا بنشتغل بالمايوزيس ديفيجن، فهيدينا نص العدد اللي هو 16. وهرجعك بسرعة تاني لحالة الدرون. اهو احنا علشان نشتغل في حالة الهاني بي في ميلز دايما بنشتغل بحالة الميوزز اللي هو بيدينا نص العدد، ونص العدد هيشتغل باي الاتجاه بتاع الدرونز اللي هي ايه؟ ادي الان هتشتغل بارثينوجينيسيس او اسكشوال ريبرودكشن، يدينا الدرون اللي هي فيها ان بس، يبقى half the number. الكويستشن نمبر 3: from the opposite diagram what does the organism X represent؟ طيب تعالى نشوف. هنا بيقول لي reproduction by regeneration، بيقدر يعمل regeneration التجدد، reproduction by gametes يعني بيعمل sexual reproduction، artificial parthenogenesis. مين اللي عنده المقدرة دي؟ بيقول لي الهاني بي درون ولا السي ستار ولا الشريمب ولا الرابت. طيب لو جينا نقول الهاني بي درون،
هل الهاني بي درون بيعمل ريبرودكشن باي ريجينريشن؟ لا، ما عندوش فكرة التجدد. طيب السي ستار بتعمل ريبرودكشن باي ريجينريشن، السي ستار بيعمل ريبرودكشن باي جاميتس. من المعلومات، هو انت مش موجودة في منهجك، بس السي ستار بيقدر يعمل سكشوال ريبرودكشن، دي معلومة خارجية. السي ستار بيقدر يعمل ارتفيشال بارثينوجينيسيس. ايوه. طيب الشريمب، هل الشريمب بيقدر يعمل ريبرودكشن باي ريجينريشن ولا ريبرودكشن باي جاميتس ولا ارتفيشال بارثينوجينيسيس؟ الثلاث انواع دول هل الشريمب بيقدر يعملهم؟ الشريمب ما بيقدرش يعمل ارتفيشال بارثينوجينيسيس، احنا ما خدناش الاكزامبل بتاعه في الارتفيشال بارثينوجينيسيس، ما عملناهاش او لسه ما تمش انشائها يعني. الرابت ما عندوش الريبرودكشن باي ريجينريشن، يعني لو قطعت حته رجل من الرابت هيحصل لها ريبرودكشن باي ريجينريشن؟ لا. يبقى الانسر بتاعتنا هي السي ستار. الحاله الاخيره للاسكشوال ريبرودكشن عشان نخلص الدرس ده بقى هي التيشو كالتشر او زراعه الانسجه. بنقول ان التيشو كالتشر هو الجروث اوف ليفينج تيشو، لازم يكون ليفينج تيشو، يعني ما تجيش تقول لي زايلم مثلا، جروث اوف ليفينج تيشو، بس بشرط ان التيشو ده يكون فيه كميه الجينيتك انفورميشن كامله. يعني ايه؟ يعني فيه التو ان كاملين، ما يكونش نص الكميه، يعني ما تكونش جميت، يعني ما تجيش تقول لي مثلا في الاوفري او الستيمن، ما تقولش السبرم، ما تقولش سوري مش السبرم، ما تقولش البولين جرين، لان احنا بنتكلم على بلانت. هو بيقول لك ان احنا ممكن على فكره التيشو كالتشر ده في الانيمال او في البلانت، بس انا هنا بتكلم يعني دماغي دايما رايحه لناحيه البلانت اكتر، لان هو ده المور ابليكابل. فالشرط بتاعي ان هو يكون ليفينج تيشو، يكون بيحتوي على الهول جينيتك انفورميشن، اوفر له سيمي ناتشورال نيوتريتيف ميديم، يعني يكون الميديم اللي انا هزرعه فيه بيحتوي على الغذاء الكامل ليه اللي محتاجه، ثم يبقى فولود باي ديفرنشيشن للتيشوز، بقى تبدا يحصل لها تنوع الانسجه بتاعته عشان يديني فولي جرون او ديفلوبد انديفيديوال. بنقول هنا انه ما تنساش انه البلانت تيشو كالتشر هو واحد من انواع الفيجيتاتيف ريبرودكشن، considered from a sexual reproduction forms، لانها بتحصل من غير ما نعمل خطوه fertilization، بتحصل من خلال mitosis division، والبارتس اللي ممكن نسمح بيها هي الروت او الستم او الليفز، من غير ما نحتاج للسيدز، يعني هاخد اي جزء من الثلاث اجزاء دول وابدا ازرعه على طول. طبعا ده بيوفر في التايم، بيوفر في عمليه يعني انا خلاص عندي بلانت جاهز، باخد منه بس جاست تيشو وابدا اعمل بيه ايه، بيوفر في المجهود برضو اللي احنا محتاجينه. طيب اكسبيرمنت نمبر 1 بيقول لك هنستخدمها على الكاروت بلانت، على نبات الجزر، هنعمل سيباريشن لسمول بيسز، اجزاء صغيره من الكاروت بلانت، ونحطها في جلاس تيوب بتحتوي على الكوكونات ميلك. الكوكونات ميلك ده بيحتوي على كل الهرمونز والنيوترينس اللي محتاجينها للبلانت جروث. يبقى خلي بالك ان الكوكونات ميلك ده من الاغذيه المناسبه جدا للتيشو كالتشر، علشان فيه الهرمونز والنيوترينس اللي محتاجينها للجروث بتاع البلانت. بعد كده البيسز دي هتبدا يحصل لها جروث وديفرنشيشن وتديني فولي كاروت بلانت. بنقول الحاجه الثانيه separation of some cells of the from the same plant tissues and cultivating them by the same method to obtain a whole plant. طيب تعال نشوف هنا التي اس، هنا كاروت بلانت هناخد transverse section، هناخد transverse section من الكاروت دي، هنقطع بالعرض كده، والترانسفيرس سيكشن ده بيحتوي على جروب من السيلز، هناخد منها جروب من السيلز زي ما انتوا شايفين، ونبدا نحطها في الكوكونات ميلك سيمي نيوتريتيف ميديم. هيحصل ايه؟ هيحصل ميتوتيك ديفيجن، وتبدا السيلز دي يزيد العدد بتاعها، بعد كده يبدا يحصل لها ديفرنشيشن او تتنوع الانسجه بتاعتها لحد ما تديني سيدلينج او نبته صغيره تتحول بعد كده لكمبليت بلانت. طيب الاكسبيرمنت نمبر 2 على التوباكو بلانت، بنقول انه في حاله التوباكو سيباريشن لسم سيلز اوف توباكو ليفز، ونزرعها في سيم بريفيوس ميثود اللي هي الكوكونات ميلك،
ونوفر لها الهرمونز والنيوترينس الكاملة في الكوكونات ميلك ده، هلاقي انه هنحصل على فولي توباكو بلانت. طيب ايه اهمية زراعة الانسجة؟ بقول انه اهميتها ان البروباجيشن اوف رير بلانتس، انا ممكن استخدمها لنشر النباتات النادرة اللي عندها صفات او سبيشيز ليها ديزايربل بروبرتيز، يعني فيها صفات محمودة او مطلوبة، واللي بتقاوم الديزيز، مور ريزيستنت اجينست ديزيز. يبقى ده اول اهتمام بالتيشو كالتشر، انا اخترت نسيج نبات معين اللي هو يعني انا في صفات انا حبيبها، مثلا without seeds فيها مقاومة جامدة للآفات، فهستخدمها دي عشان ازود العدد بتاعها لان هي اصبحت نادرة. shortening the time needed for growing and increasing the crops، طبعا ده بيقلل الوقت اللي احنا محتاجينه، لان انا باخد نسيج already خلاص هو فيه المواصفات اللي انا عايزها، مش لسه هاخد سيد وابدا ازرعها، فده بيقلل لي من الوقت. solving the food problems in general، يعني هو ده هيعالج لي مشاكل الغذاء ليه؟ لانه بيزود لي من كميه الكروب produced وبيحسن لي من نوع المنتج اللي جاي. controlling the time of tissue culture، انا بتحكم في الوقت بتاعي. where the selected tissues for such culture can be preserved in a liquid nitrogen to cool them for a long period، يعني انا هنا انا اللي بتحكم في وقت الزراعه، بختار التيشو اللي انا محتاج اعمل له cultivation وبحفظه في الليكويد نيتروجين عشان ده بيساعد على تبريده والحفاظ عليه لمده طويله في صورة alive، وبيحافظ على الفيتاليتي بتاعته لحد ما يتم عملية الزراعة. لحد هنا نكون خلصنا الدرس، هنعمل عليه test yourself. بيقول لي study the following stages then answer. بيقول لي هنا original plant هناخد منه cells في stage 1، بعد كده هحطها في suitable nutritive medium في stage 2، mass of cells في stage 3، هيديني new plant في stage 4. which of the following graphs expresses the chromosomal number in a single cell in each stage؟ هو احنا معلش يعني احنا هنا ماشيين في ايه؟ vegetative reproduction او اللي احنا بنسميه tissue culture، ده كل ده شغال بايه؟ بحاله الميتوزز ديفيجن. انا ما عنديش ميوزز خالص، فالميتوزز ديفيجن بيحافظ لي على النمبر اوف كروموسومز ثابته، فالمفروض ان انا عدد الكروموسوم ثابت في كل المراحل اللي هو نمبر سي. تمام. question number 2، what would happen if an enucleated tobacco، enucleated يعني منزوع منها النيوكليس، enucleated tobacco plant cell is put in a coconut milk. طيب هي enucleated يعني ما فيهاش نيوكليس، ولو ما فيهاش نيوكليس تبقى dead cells. هل لما هحط لها الغذاء بتاعها اللي هو الكوكونات ميلك هتحصل لها حاجه؟ مش هيحصل لها اي حاجه، لان هي dead cells مش هتقدر تعمل ميتوزز ولا هتقدر تكون لي تيشو كالتشر. بيقول لي ذا سيل ويل بي اكتيفيتد اند ميتوتيكال اند ديفايد ميتوتيكالي، طبعا لا، ذا سيل ويل بي اكتيفيتد اند ديفايد ميتوتيكالي، ذا سيل ويل داي ويذن شورت بيريود اوف تايم، طبعا هتموت. ذا سيل ويل ريمين الايف اند ويل نوت ديفايد، لا، هي الاجابه ان هي هتموت لان هي اي نيوكليتد، يبقى مفيش اكتيفيتيز جوه السيل فيحصل لها ديث. لحد هنا نكون خلصنا الدرس. ثانك يو فور يور اتنشن، مستنيه منكم تعليقاتكم واللايكات. جود باي.